مفاجآت. طيب أنا عملت لكم مفاجأة اثنينكم، نروح يلا. أنت ارتاحي بس خلينا نشوف شو المفاجأة. يلا تفضل. لحظة شباب، تعال شوف، تعال وين الميكرو، بس ميكرو بس. شباب تعالوا وقفوا بس هون، لأن احنا هلا على الهواء. وقفوا هاي الكاميرا هلا. اول شغله شباب، انتم الميليشيات اللي كنتوا عاملين ثوره على انتوا اللي كنتوا على الطريق. نحن اللي مسكرين. مين الي جو؟ انت 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 البيك شارك، انت الدادي شارك. انت انت بسم الله عليك، انت مش شارك، هيدا شو اسمه البلان الكبير. ايه طب شو اجى ببالكم تغنوا له لروبن بيبي شارك؟ مين بده يحكي؟ اول شيء كنا عم نعمل كثير ضجه، قطع سياره مهيس. اوكي. بعدين قالت لنا اليان انه بلا ضجه، انا ما كثير ما عرفت ما ببي يعني. ايه. صرخنا بيبي شارك. شو اجى ببالكم بيبي شارك؟ هو عطينا برا. عطينا برا. مرة برا ميت، حكيت لنا كنا انه خلص في ولد بالسياره، كنا اصلا صرنا ساعتين عم سنتين عم نهيس السيارات ونغني ونطنط ونعمل، كلهم مبسوطين. قطعت إليان وروبن أول مرة، سكتنا كلنا 100%، سكتنا كلنا، ما حكينا إنه قلنا في ولد عم السيارة. سمعت حدا قال شيء بيبي شارك ما بيبي شارك، بس قطعت السيارة. شو نشوفها برا ميت، ورجعت لعنا، هي رجع لعنا، كلنا بلشنا نسوي بيبي شارك وصارت الخبرية. كانت تصورنا يعني، إحنا مش مدمين عم تصورنا. مظبوط قال كنتوا عم تاخذوا هويات وخواتنا العالم؟ هيك بيحكوا، نحن ما لا ما مش دقيق الكلام؟ لا مش نحن غير العالم. طيب انا بدي اتشكركم شباب، اول شيء على روحكم الطيبه، وبدي اقول لكم انه الثوره بلشت ما انتهت، هلا بلشت. بقول لكم انا الله يحميكم، الله يفرجيكم ايام حلوه. وانت عن جد اهم شيء يصير عندنا بلد حلو كرمال روبن وكرمال الي جو. بس ثانك يو، بتجننوا، ميرسي كثير يا شباب، بتجننوا. شرفوا معي على اعطينا الميكرو. فينا مره، فينا مره.